الجدل لا زال قائما بخصوص القاعدة الاستثمارية 51-49. المستثمرون الأجانب دعوا في الكثير من المرات إلى التخلي عنها، ليخرج وزير الصناعة والمناجم هذه المرة ويعلن أن القاعدة هذه سيتم حذفها من قانون الاستثمار. المادة هذه لليوم هي موضوعة في قانون الاستثمار، راح نخرجها من قانون الاستثمار، ما عندها ما تدير في القانون الاستثمار، نديها في القوانين اللي تسير الحركة، الريغلمونتاسيون دي زاكتيفيتي. بوشوارب الذي أكد سابقا ضرورة التخلي عن هذه القاعدة المعيقة للاستثمارات الأجنبية عاد أمس ليؤكد ضرورة تعزيزها وتقويتها. احنا في قانون اللي جينا به راح نعززها ونقويها. نقويها علاه؟ 49-51 اليوم راهي في الإنتاج والخدمات. قانون تاعنا راح يوسع الكوميرس دو غرو والكوميرس دو ديتاي. من جهة أخرى أعلن بوشوارب أن مصنع بلارة للحديد والصلب بولاية جيجل سيدخل حيز الخدمة بداية سنة 2017. ولا ربي طولنا في الأمر وخلنا في الحياة. بلارة ديبي جانفي 2017 vous verrez les premières productions de. Il ne connaît aucun problème, bien au contraire, il y a eu une accélération depuis le mois de juin dans le processus entre les deux parties. الصناعة في الجزائر لا زالت تراوح مكانها، فهل ستعيد استراتيجية الدولة خلال الخماسي المقبل الروح لقطاع ظلت ملفاته حبيسة أدراج وزير يرحل وآخر يأتي؟